قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حديث في البخاري ومسلم، وهو حديث مشهور معروف عند الناس، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبع الموبقات، موبقات المهلكات، يعني سبع معاصي وجرائم من المهلكات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ أي هذه السبع. قال: الشرك بالله، شرك ده أكثر شيء يا جماعة بهلك، والسحر، وده الشاهد من الحديث، لذلك أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب، أورد المصنف هذا الحديث في هذا الباب. قال: والسحر، وقتل النفس التي حرم الله، أي إلا بالحق، إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. لسبع موبقات مهلكات تهلك العبد. الشرك بالله، الزول يا ما يقع في الشرك يعتر، ده رجع بدل ينادي الله سبحانه وتعالى ينادي في الشيوخ: يا برع، يا مكاشف، يا كباش، يا صايم ديم، يا عويس وتيس، معقولة؟ ويا مهال، ما قاصدين بمهال الله سبحانه وتعالى، من باب الألفاظ المحتمل وكذا وكذا، وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يسمى إلا بما سمى به نفسه. مهال ده مكاشف، تلقاه في اللواري: يا مهال مكاشف، ويا فلان ويا فلان. شرك بالله، زول مات يا جماعة. الله سبحانه وتعالى قال: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وده زول مات، كيف أنا أعتمد عليه وكيف أنا أديه؟ أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. توحيد ده والله في القرآن واضح وضوح. شوف سورة النحل، الله يقول شنو سبحانه وتعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. شوف الكلام ده واضح كيف. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين، معبودين اثنين، إنما أداة حصر، الله سبحانه وتعالى إله واحد فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. وقدم المعمول على العامل فإياي فارهبون، لم يقل فارهبوا إياي أو فارهبوني أنا، قال فإياي فارهبون. وقال تعالى في سورة البقرة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال في سورة آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا. شوف الآية دي عشان ما يقول لك أصنام. ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن مسلمون. آيات كثيرة جدا في كتاب الله. يا 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 فلان، هو اللي يقول فلان يعلم الغيب، شيخ فلان يعلم الغيب، فلان يرد الضالة، فلان يهب الذرية، عقائد منتشرة وموجودة. طيب، والسحر أيضا من الموبقات ومن المهلكات، وهو كفر بالله سبحانه وتعالى. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذه من الكبائر وليست من المكفرات. القتل كبيرة من الكبائر وهي موبقة مهلكة، لكن لا توجب الخلود في النار، الخلود الأبدي لمن مات ولم يتب. وأكل الربا أيضا من الكبائر،
وأكل مال اليتيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. الربا معروف، الربا ربا الفضل أو ربا النسيئة، ربا الفضل أو ربا النسيئة، يعني الذهب بالذهب وزيادة. كمثال ده في ربا الفضل أو ربا النسيئة، يدين القروش ويقول لك بعد شهر بجي بشيلها مع فائدة، وطبعا بيتحايل وما بقول لك مع ربا، بيقول لك مع فائدة، ويقول لك في البنك جاتك أرباح. ما في أرباح، مزقتهم قروش يقول لهم بشيلها زي ما هي، أرباح ما داير. طيب، وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف. المعركة تبدأ بين المسلمين والكفار، يقوم المسلم شنو؟ إجر، يخلي ذيل يخذلون. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، يقذف المحصنة العفيفة المؤدبة الغافلات، تغفل عنه، هو يقذفها وهي غافلة عنه لا تدري به، ولو درت أيضا يدخل. المؤمنات مؤمنة، لأن الزنا من عادة المشركين، قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. وده تلقاه بيقذف المحصنة، بيقذف يعني بقول المحصنة فلانة الفلانية فعلوا بها، وفلانة انتهكوا عرضها، وإشاعات سامعة زي ما بجوز. والزول لو شاف في عينه، لو شاف في عينه ما بجوز يتكلم إلا يكونوا معاه شنو؟ ثلاثة، اللي هو كلهم أربعة يكون، ما بجوز لك. ولو شفت بعينك ومشيت تكلمت وما معاك ثلاثة، بجلدوك 80 صوت، وفاسق تكون، فاسق وكاذب، مع إنك أنت شفت بعينك برضو كاذب. الكلام عجيب جدا، ولذلك أنت والأولى إنك تستر. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، كما في صحيح مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه. ولو شاف في عينك قال لك استر وما تتكلم إلا يكونوا معاك ثلاثة، ولو الثلاثة سترتوا خير وتناصحوا كذا، إلا زول مستمر في الشر، وخاصة إذا بجاهر به وتفتح فيه بلاغ، معاك ثلاثة شهود، فما بالك هدى لا شاف ولا يجي، بس إشاعات بس. ولك والله في الإعلام فلانة دي كذا، وفلانة الممثلة مع المخرج الفلاني، يا زول أنت مالك ومال أخبار زي دي، وفلانة كذا، وفلانة الفنانة قبضوها في كذا، والفيلم الفلاني، ولي إلى آخره كله.